السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتي حسن وقناة فتي حسن، صباحكم مبروك، نهاركم مبروك. نتمنى إن شاء الله يكون نهار وبداية أسبوع موفقة للجميع. لقد عدنا إخواني أخواتي، ونتمنى أن العودة ديالنا تكون إن شاء الله بالربح وبالتيسير وبالخير. دونك غادي ندوزو إن شاء الله لديرنيير مينيت ديالنا اللي غدا تكون ان شاء الله كالاتي، وهي الرقم 10، هي لو نيميرو 10، غتكون هي لا ديرنيير مينيت ديالنا ان شاء الله. بالنسبه ان شاء الله لو شوفال اكومبانيون غادي يكون هو لو نيميرو 5، لو نيميرو 5 الرقم 5. بالنسبه الان شوفال يعني اونتر بارونتيز احتمال انه يخلق شي مفاجاه، غيكون هو لو نيميرو 13 الرقم 13، هذا احتمال يقدر يخلق شي مفاجاه هو الرقم 13 اللي باقي ما لعبش وبغى يلوحو من مور الاكس، مرحبا ربما يدير لنا شي مفاجاه. دونك اعيد، بالنسبه لا ديرنيير مينيت ان شاء الله هي الرقم 10 لو نيميرو 10. بالنسبة للشوفال اكومبانيون هو غيكون ان شاء الله الرقم 5 لو نيميرو 5، بور انغرو رابور اونتر بارونتيز احتمالا يكون هو الرقم 13، يكون هو الرقم 13. قبل ما ندوزو لواحد المفاجأة كاينة ان شاء الله غنقولوها لكم، كنتمناو انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وكنتمنى ان هاد الفاجعة ديال كورونا تمر بسلام علينا وعليكم وعلى بلادنا ان شاء الله، وعلى الوطن ديالنا ككل تمر بسلام وتكون بردا وسلاما على وطننا الحبيب وعلينا جميعا. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه. بون، غادي ندوزو المفاجأة اللي غدا تكون اليوم إخواني أخواتي محبي فتي حسن وقناة فتي حسن، اللي غدا تكون إن شاء الله هي لي لايك خوتي، لي لايك الله يحفظكم، لي لايك لي لايك وشجعوا القناة. وكنشكركم على التفاعل ديالكم البارح معنا في اللايف اللي كان أنيسي، وكنشكر كاع الأخوات والإخوان اللي كيدعموا القناة ديالنا وكيشجعونا. دونك المفاجأة إن شاء الله غدا تكون هي الرقم، هي أن اليوم عاوتاني كاين أنسويفي، اليوم غيكون عاوتاني أرقام متتالية أنسويفي، ما نقدروش نعرفوا بالضبط واش من الفوق الوسط لتحت، المهم غادي يكون إن شاء الله أنسويفي، ولهذا بنادم يحاول ما أمكن أنه يرد البال ويلعب على حساب السويفي. الله يوفق الجميع، والله يجيبها سمينة، والله يجعل الله سبحانه وتعالى هو يسر ويحفظنا كاملين من كل مكروه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودعواتكم إخواني أخواتي الفاتحة حسان، تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.